السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى النور. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل وسط الكمامه بطريقه جديده ومميزه. زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل، وكمان تنفع زي ما احنا قلنا دايما بنقول بالفيديوهات، تنفع انه تعمليها اسويره، تنفع تعمليها كوليه للرقبه، ممكن تعمليها كمان ربطه للستاير، حاجات كتيره قوي. واحنا عاملين هنا كمان فراغين في البداية وفي النهاية عشان نحط الأستيك بتاع الكمامة بالشكل ده، نحطه كده وبعدين نلف على الزرار بالشكل ده كده كده وبعدين كده بالشكل ده. طيب انا هنا عاملاها مقاس كبير لانه انطلب مني المقاس ده، بس هو المقاس الستاندرد اللي هو 15 سنتي، اما المقاس ده هو حوالي 17 سنتي. طيب احنا عشان نعمل 15 سنتي هنعمل 3 وحدات. لو انت التزمتي معايا بنفس مقاس الابرة ونفس نوع الخيط، نوع الخيط الهيمالايا افريداي بيبي لوكس او سوبر لوكس مش مشكلة، والابرة مقاس 3 مليمتر. يلا بينا نشوف الخطوات مع بعض. طيب هنعمل عقدة البداية وهرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة مرة 2 3 واروح على أول سلسلة وأعمل عمود ب3 لفات، اطلع من لفتين ومن كمان لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين بالشكل ده. هيبقى عندي هنا فراغ اهو، دايرة كده. دلوقتي هرتفع سلسلة وداخل الفراغ اللي هنا هعمل 9 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يعني الناحية دي عملنا 9 غرز حشو. طيب دلوقتي هلف كده الشغل وهاخد معايا الخيط البداية عشان اخفيه، وهروح هنا على الفراغ اهو نفسه وهعمل 2 غرزة حشو. ادي 1 2. بعدين ألف الخيط على الإبرة وأعمل 2 غرزة نص عمود. هلف الخيط على الإبرة هيبقى معايا 3 لفات هطلع منهم مرة واحدة. أدي 1 2. دلوقتي هلف الخيط على الإبرة وأعمل 2 عمود بلفة. أدي 1، أدي عمود وأدي 2. دلوقتي هلف الخيط على الإبرة مرتين وأعمل 2 عمود بلفتين، هطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين، هلف الخيط مرتين على الإبرة بالشكل ده. دلوقتي هلف الخيط 3 مرات على الإبرة بالشكل ده، وهعمل عمود ب3 لفات 3 مرات. ادي اطلع من لفتين كمان لفتين كمان لفتين وكمان لفتين. ادي 1، حلف الخيط 3 مرات على الابرة واطلع من لفتين كمان لفتين كمان لفتين وكمان لفتين، واخر مرة حلف الخيط 3 مرات على الابرة بالشكل ده. ودي اول بتلة معايا. طبعا الخيط ده انا خفيته خلاص مش حي عشان ما يضايقنيش في الشغل. بالشكل ده شايفين هي عاملة شكلها زي الصدفة. هرجع اعمل نفس الخطوات، هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هلف الخيط 3 مرات على الابرة
وحروح هنا عند الضلعين دول اهو واسحب واطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين وكده انا كونت عندي الدايره الثانيه اهو. هرتفع سلسله وهرجع اعمل نفس الخطوات. الناحيه دي هعمل 9 غرزه حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالشكل ده. حلف الشغل كده اهو وارجع اعمل هنا 2 غرزة حشو من الناحية التانية، وبعدين 2 غرزة نص عمود، ادي 1 وادي 2، وبعدين حلف الخيط على الابرة واعمل 2 عمود بلفة، ادي 1 2، وبعدين الف الخيط مرتين على الابرة واعمل عمود بلفتين مرتين، ادي عمود، وبعدين الف الخيط 3 مرات على الابرة واعمل 3 مرات عمود بثلاث لفات، ادي التاني حلف 3 مرات واسحب واطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين. فاضل معايا اخر واحد اهو، بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. ادي هنا معايا بتلتين، وزي ما قلنا هرتفع 1 2 3 4 5، حلف الخيط 3 مرات على الابرة واروح هنا على الضلعين اللي هنا اهو، هسحب الخيط واعمل كمان فراغ عشان اعمل البتلة الثالثة، وهعمل نفس الخطوات 9 غرز حشو، وبعدين الف الشغل واعمل 2 حشو، 2 نص عمود، 2 عمود بلفة، 2 عمود بلفتين، وفي الاخر 3 عواميد ب3 لفات. هكملها وارجع لكم تاني. طيب يا جماعة انا عملت 4 بتلات اهو زي ما انتم شايفين كده، لما قستها طلعت حوالي 17 سنتي، هي برضو مناسبة جدا اهو. طيب دلوقتي هنعمل هرتفع 15 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، واروح هنا على الفراغ اهو واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. دلوقتي هدخل هنا في اول غرزة حشو اعمل منزلقة وارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، هتخطى هنا غرزة والغرزة اللي بعديها اعمل منزلقة، وتاني ارتفع 1 2 3 4، اتخطى غرزة واللي بعديها اعمل منزلقة، تاني ارتفع 1 2 3 4، هتخطى غرزة واللي بعديها اعمل منزلق، 1 2 3 4، اتخطى غرزة واللي بعديها اعمل منزلق. بالشكل ده هيكون عندي 4 فراغات اهو، هو ده اللي هيديني الشكل. وبعدين هعمل 1 2 3 4 5 سلسلة واروح هنا عند الفراغ واعمل منزلق بالشكل ده،
وارجع تاني ادخل اعمل نفس الخطوات، ادخل في اول غرزة اسحب واعمل منزلقة، وبعدين ارتفع 4 سلسلة، اتخطى غرزة واللي بعديها اعمل منزلقة، 4 سلسلة اتخطى غرزة واللي بعديها منزلق، 1 2 3 4 سلسلة اتخطى واحدة وبعدين منزلق، وتاني 1 2 3 4 اتخطى غرزة واللي بعديها اعمل منزلق. على كده انا هعمل 4 فراغات، 1 2 3 4، وبعدين ارتفع 5 سلسلة، 2 3 4 5، واروح على الفراغ اهو واعمل منزلق بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، هكمل كمان البتلتين دول وارجع لكم نشوف نقفل الشغل زي ما بعض. بالشكل ده زي ما انتم شايفين انا نهيت الشغل، طلع شكلها ظريف جدا. دلوقتي في اخر فراغ اهو انا عملت منزلقة، وبعدين هرتفع 15 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، واروح على نفس المكان على نفس الغرزة اهو واعمل منزلقة، وبعدين هأمل الشغل بتاعي. هسيب مسافة من الخيط عشان اخيط بالزرار. بالشكل ده هحط الزرار بتاعي هنا، هخيطهم هنا كده بالشكل ده، وبكده نكون خلصنا وصلة الكمامة. وزي ما قلنا بتنفع كمان ربطة ستاير، تنفع حاجات كتيرة قوي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.